السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواننا حاليا في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة. أرحب بكم أجمل الترحيب في قناتكم قناة الجابر والنحل، القناة التعليمية. لنا حديث حول تحويل الجبح إلى خلية حديثة، طالما كثير من الإخوان حاليا ما زال يستفسر حول هذا الموضوع. تطبيق عملي قام به الأخ الأستاذ علي القادري من صنعاء، فأحببت أن أنقله إليكم حتى يتم الاستفادة من ذلك. قام الأخ علي بنقل الخلية إلى مكان الجبح أو إلى موقع العود البلدي، ثم أخذ العود البلدي أو الجبح إلى منطقة قريبة أو مقابلة لها، وقام بنقل الأقراص الموجودة داخل العود البلدي أو الجبح إلى أقراص أو إطارات الخلية، ثم نقلها إلى الخلية الموجودة في مكان الجبح. بعد ما قام بوضع أقراص مبنية سابقا حتى يعود النحل السارح إلى تلك الخلية. للاستفادة من التطبيق مشاهدة ممتعة. يلا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. طبعا كيف نحول جبح إلى خلية؟ أنا الآن طرحت الخلية اللي نستره مكان إيش الجبح الذي أريد إيش تحويله. الآن وطرحت شمع أساس تمام ماخذ ممطوط، طرحت إطارات ممطوطة، والآن أخرج الحضنة فقط حبوب اللقاح، وإذا بحاجة رحيق سأل إلى هنا تمام، وبعد أرجح إلى هنا. الآن شفت مؤخرة الجبح فاضي ومقدمة الجبح إيش مليان. أنا بالحين هقوم بالتدخين من أجل ترجع الملكة والنحل إلى مؤخرة إيش الجبح من أجل تقطيع الأقراص بسهولة. بسم الله بسم الله بسم الله. هنا يعني شوفوها ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. خلاص الآن يرجع النحلين إلى الخلف إلى الخلف، ومعنا الأخوة أبو إسماعيل والأخ محمد ونشتي الآن نرويهم كيف إيش كيف التحويل. أنا الآن بين أخذ إيش ما بين أخذ إلا الحضنة، حضنة الشغالات وحبوب اللقاح فقط. أما هذا ما إيش عاد لصقه في الإطار ما أريده هذا، لأنه بالذكور تمام في رحيق شوية ما نزيده. الآن يا أخوة هاي الآن هذا الحضنة تمام، شوفوا أنا الآن أبز الحضنة، ما قلت لكم ما نأخذ إلا الحضنة فقط، لأنه بعدها تخرج الحضنة تمام، تخرج الحضنة من هذا الإطار واشيل الإطار، لما أنا ما أريد أدخل الموسم إطار ما هو مخوص وما هو مسلك. الآن أخذ الحضنة لينا لا الخلية الذي أريد تحويلها. ولا نستأنف العمل أخرج إيش ما زلت أخرج الحضنة، وما زلنا إيش ننقل الحضنات، وهذا الإطار إيش الثاني حضنة أخذ إلينا لا الخلية. ثلاثة في الوقت بدل الضايع، بالوقت بدل الضايع. لاحظوا لحقت الجبح قبل ما يطرد، هذا كله بيوت ملكية، شوفوها كله بيوت ملكية. إذا الحين عاد استفيد من البيوت الملكية واشوف إذا قد به ملكات خرجين، لكن لحقتها بالوقت بدل الضايع تمام. فاش دائما نكلمكم الجبح عصيد داخل جمنه، ما نعلمش داخل، لكن لو هي خلية حديثة عاد أشوف بنت بيوت ملكية إذن الحق، لكن الحمد لله لحقتها بالوقت بدل الضايع. كلها الإطارات الذي في الوسط كلها ما شاء الله مشكوكة بيوت ملكية. ثلاثة. الآن ما عاد بين قطعش في السكين من الأخير. ليش ما عاد بين قطعش؟ لأن قد أنا على وشك الانتهاء، فأخاف أن أنا أقطع في السكين أقطع رأس الملكة، لكن أدخل يديها أدخل يدي مباشرة، أدخل يدي الآن
أحاول أن أخذ القرص بسهولة. ها خرجت القرص بحيث أننا ما أقطع في السكين أعور الملكة. الآن كي ها الآن النحل أنساب إلى الخلف مباشرة. ها وتقع دقة صغيرة دقة صغيرة. ها خلاص صور لاقعة الجبل. صور لاقعة الجبل. خلاص